شنو كتعرف على المتابع؟ خويا هاد السيد هذا راه هو الدرب ديالنا وكنعرفوا عليه هويا ظريف ماشي شي حاجه هو ما دارش هادشي لخاطرو فهمتي هاد السيد حتى هو مريض و تأزم نفسانيا هو ما كانش داير بحال هكا متأدب ما كان تيقعد تسمع صوته ولا في دريبه ولا في حاجه فهمتي كان انسان حتى من بعد الزواج من بعد داكشي كيوقعوا مشاكل والدري بحال وقعت لي شي ازمه نفسانيه فهمتي تبدل طف في الجسم ديالو في وجهه في كل شيء فهمتي تبدل ضعاف ولا كيدوز بوحدو كيدوي بوحدو كي فهمتي كيدوز من الدرب بوحدو يقدر كاع ما تشوف فيه ويقدر يصحابك كتشوف فيه ويعايرك ولا شي حاجه فهمتي وكتزيد راك عارف كيولو انسان صغير وعنده ثلاثه الوليدات وكيدخل مع الزمان وبزاف د الحوايج فهمتي تا هو هادشي اللي كاين اخويا فهمتي حنا راه حضرنا لداك الشيء البارح حضرنا حكم انك انت من الساكنه ديال الدريبه هنايا والمنطقه كانوا ديجا كيوقعوا لي مشاكل مع الزوجه ديالك والصراحه هو كان ديجا كيوقع لي هادشي هذا كان كي ديما كيتناقش مع المراه عنده ديما كان كيتناقش معها ولكن ما كيوصلش لهذا الشيء هذا فهمتي كان كيتناقش بنادم كيتخاصموا فهمتيني ما كيف كيدخلوا الناس كيف كيفكوهم وداك الشيء بالنسبه للبارح كان الباب مسدود ديال الدار ما كاينش من غدخل فهمتيني ما كاينش من حتى اللي بغيتي تدخل ولا شي حاجه صافي حنا حتى لواحد الوقيته كيبان لينا مني وقفنا حنايا تيبان لينا خرج من حدانا فهمت قال لنا بلاتي 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 نخرج خرج زاد فدخلنا للدار من دخلنا كيبان لينا داك الشيء فهمتي كتبان لي السيده طايحه في الارض كي كنعرف على السيده الله يعمر لها الدار من اطيب خلق الله هذه اللي توفات الله يرحمها جارتنا ملي كاع جابها هاد السيد جابها تزوج بها جارتنا من اطيب خلق الله درويشه وما كتخرجش للخارج حدا لا نشرت شي حويجات تما وعندها ثلاثه الوليدات الصغير فيهم عنده ثلاثه شهور البنيه تقريبا شي اربع سنين يمكن ولا ثلاثه سنين واللي تابعه وليد عنده عام وشي حاجه وهذا الوليد الصغير عنده ثلاثه شهور اللي كنعرفوا حنا كنعرفوا هاد الدري قبل ما يجيب هاد السيده كان الله يعمرها دار درويش ما نكذبوا على الله كبر معانا في الدريبه درويش الله يعمر ليه الدار امه الله يعمر ليها الدار داكشي اللي سمعنا قالوا خطبه 12 مرات ولا ثلاثه ورجعت مؤخرا كنسمعوا قالوا مريض قالوا راه مريض طلباتهم امه قالت لي مدوا شوفوا لي شي امه مريضه نعسه شاده الفراش قالت لي مدوه لي شي طبيب ولا شي حاجه هذه مؤخرا الدري فيه كي قالت لك هذه في ما بغات دير العمليه جات عند الجيران فتسامح معاهم الموت والحياه تما طرحنا عليها قلنا لها هاد الدري خاصك توريه امو اعترفت ليه بامو اذا هو كان دابا فيه ولا عارف امو وامو ثاني مزوزه والد دراري اخرين ولا عارف القصه ديالو امو جات هذه اللي مربيها هذاك جات ثاني من العمليه عاودت عمليه اخرى ومن بعد بدا صافي تبع السيليسيون والشراب ولكن المشكل اللي خلاه تبع السيليسيون والشراب دابا امو فرضت عليه الزواج يعني تزوج مازال صغير قصه فيها بحال ما هو تقلب ثلاثه الوليدات من بعد بحال ربي ينتقم دابا من مو الا جينا نشوفوا خلاصه القول بحال ربي ينتقم زعما دارتي ليا غادي ندير ولا عنده برنامج ما في كيدروغي كيولي واحد اذا هو ليله الامس ما كانش في الوعي ديالو يعني البارح البارح كان مشمكر راه تا البواطه تاع السيليسيون باقا في الدار السيد هذيك السيده مني غضبت النهار الاول وغضبت النهار الثاني علاش كتقولي لها سيري رجعي مادام انت كتقولي لها سيري رجعي انت بنتك ما عندكش عليها الكبده صافي تجي تريح مع راسها في الدار تاكل تشرب تريح مالها لا ما كانش ما بغاش هاد ود الناس غيجي واحد ود الناس اخر غيتزوج بها بولادها اخويا فهمتي انت يا بنتك جات عندك النوبه الاولى كدافعي اخويا كاين واحد العقليه عاد هما الناس تاع الباديه لا علاقه فهمتي صاجت بنتك النوبه الاولى ماشي مره وماشي جوج وماشي ثلاثه وماشي اربعه راه مؤخرا اخويا دائما كيوقع المشكل دائما كيوقع كتمشي لدارهم كيقولوا لها عاوتاني كيمشيو كيطلبوها وداك الشيء فهمتي كيطلبوها وكتعاود عاوتاني ترجعوها السيد هذا وقع عليه هذا المشكل هذا هذا السيد حتى شي واحد ما يقدر يحكم عليه اين هو درويش امه درويش وناس دراوش هما على قد هاد
فهمتي؟ اما حتى شي واحد حتى شي واحد ما يقدر يحكم على الدري، انه كل واحد عنده الاسباب ديالو، فهمتي؟ داك الشيء اللي وقع على هذا السيد راه الله اللي كيعلم به. فهمتي؟ الله اتنط الله اللي كيعلم به، حنا ما نكذبش عليك، حنا ما غنزيدوش، حنا غندوي فيها مباشره دابا، بنادم ما غنزيدوش نغرقوا هذا السيد ونقولوا خايب، اما دري زوين. كتناقشوا معاه على الشراب، على القلبه، على كذا، على هادي، كاين فعال وكان فاجر بوبري، شنو هو دابا السبب ديالو؟ هي كامله هي هادشي ديال المخدرات، هادشي كامل السبب ديال المخدرات، انما ما كاينش الناس بلا ما حنا ندوي على شي ناس اخرين، حنا معنيين معنيين معروفين اللي معنيين بالامر، اللي ما كيطبقوش هادشي كيطبقوا عليه ما كيطبقوا. سي فحال دائره المخدرات كاكل يعني القرقو به السيليسيون. السيليسيون القرقو به كذا، ما كذبش عليك، كاين الناس هنا، كاين الناس هنا في السيكتور، الناس راه كاين الناس اللي ما كتقدوي، ما كتكونش تديكلاري ولا كتقول لك فلان غوت ولا فلان دار ولا، راه كتجي بنادم ساكنه من اي قنت، نهار السبت انا راه كنت هنا غادي طالع للدار، حق الله العظيم الا كنسمع هنا السبان ديال الوالدين والمعيار هنا في هاد الدريبه هادي، واش هاد الناس هنا راه كاينين اللي ولادهم، كاين اللي ولادهم اللي شدوا بنادم يتنوا على ربعه، هما دواو وما تكلموا، والناس كتجي من زي قنت اخر كتسب هنايا. كاين الدري كنعرفوا عليه خراسان الهضره كامله، الدري كنعرفوا عليه غير درويش راه خدام وراه مريض بوبري، هادشي اللي غنقولوا حنا بنادم ما نغرقوش بنادم نقولوا حنا راه دار خايب، حنا راه ولاد السيكتور كاملين، هاد بنادم يقول لك كلمه زوينه راه كلشي فايت، شهاده الحق شهاده الحق، راه هادشي غنقولوا في هاد السيد، راه السيد راه درويش، واخا راه تمرتو كيعاودوا على درويش، راه كلشي دراويش دارهم كاملين دراويش، ها هي بنادم الدري راه وقع عليها التفاهم على سبابو المخدرات. اخويا سمعنا البارح كنا مريحين في ديورنا، تسمعنا الغاو جينا حضرنا هنايا، تبان لنا القضيه معامره، جينا نطلو الدريس محمد تسمى وراه ذبح مرتو وما ذبح مرتو، طلنا شفنا كلشي اللي شفناه، الدري راه ما كناش عارفين انه غيدير هادشي هذا، راه معليش شنو كتعرف عليه انت؟ الله يعمر دار الدري، عمرنا شفنا عليه شي حاجه خايبه، الخدمه الدار خدمه الدار كيريح معنا هنا في السيكتور، اما كيفاش كتاب اللي كتاب عليه دابا والله. السي محمد الدريري تنعرفو راه صاحبنا كاملين، فهمتي؟ انسان ظريف، هو راه السلام لما قلت السلام ما يقولش لك السلام، فهمتي؟ انسان حزوز يبدا خصو راسو، يعني هي كانت صدمه بالنسبه للساكنه، بالنسبه له هو عنده صدمه وداك الشيء، وزايد حاجه اخرى هو مربي، فهمتي؟ يعني هو مشكل، وزايد ثاني في الخدمه كان خدام مع خوالو، على ما سمعت انا جراو عليه من الخدمه، زاد مشكلو، وزايد حاجه اخرى دري مو زوجاته صغير، داك الشيء علاش هو تكرفس، فهمتي؟ ما عاش ما داوش الدريات ما داوش بزاف. هادشي اللي كاين هما بالنسبه لي هو انسان في شكل ظريف الله يعمر رضاه. اخو هادشي اللي كنسمعوا على هاد السيد هذا كنعرفوا دري كيريح معانا، البارح نيت قبل ما يوقع المشكل كان مريح معانا، هو هذاك عادي تا واحد شويه مريحين في ديورنا ناعسين تا كنسمعوه داكشي اللي وقع. السيد صاحب الدري صاحبي واحد الناريات كنا سمعنا الغوط في الدار، سمعنا رس واحد الدجاجه وداك الشيء، ودخلت انا والدري شو مؤخرا المرضى يلاه رجعها، فهمتي؟ يلاه كان رجعها، كان طلبت الوالده وداك الشيء مشاو عند دونيت طلبوه باش رجعوا لهم مرضى وداك